مدافع منتخب مصر. مليون مبروك، احنا على الهواء، مليون مبروك فوزكم النهارده بطوله الدوري. محمد هاني النهارده بيعمل مباراه ولا اروع ولا اجمل، ما شاء الله عليك بجد، كل يوم ما شاء الله المستوى في تزايد كبير جدا. حبيبي طبعا يعني الحمد لله طبعا على البطوله، بطوله مهمه جدا يعني. لسه كنت بتكلم بطوله الدوري دي يعني حاجه اساسيه. الحمد لله الحمد لله، احنا تعودنا ان الدوري اهلاوي يعني. البطوله خلصناها بفرق كبير جدا الحمد لله. من اول يوم احنا لعبنا البطوله دي، واحنا تعهدنا وقلنا للناس وقلنا لنفسنا ان احنا هناخد البطوله دي، والحمد لله ربنا كرمنا وخلصناها، خلصنا الدوري وخدناه. دلوقتي كل تركيزنا بطوله افريقيا ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي بتطالب لاعب النادي الاهلي صراحه بطوله افريقيا، انجاز الافريقي، البطوله رقم 9، حلم النادي الاهلي دلوقتي ولاعب النادي الاهلي. انا يعني كل واحد في الاوضه هنا نفسه ياخد بطوله افريقيا، وكله بيشتغل على ده وكله بيتعب وبيعمل اللي عليه عشان ياخد بطوله افريقيا. فاحنا بنوعدكم كل واحد في الاوضه دي بيوعد الجمهور ان احنا ان شاء الله ان شاء الله هنعمل اقصى ما في وسعنا عشان ناخد بطوله افريقيا، وان شاء الله باذن الله ناخدها باذن الله وباذن الله. حبيبي بطوله افريقيا حبيبي، شكرا. ده كان لقاءنا مع محمد هاني طبعا نجم.